فرج فودة والحقيقة الغائبة وما أثير حول هذا الكتاب، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. السادة المشاهدين أهلا بكم. لو كنا تابعنا الفيديو اللي فات وشفنا في الوصف الفيلم بتاع الجزيرة وازاي اتكلموا عن فرج فودة وازاي نتكلموا عن هذا الكتاب واتهموا فرج فودة انه سب الصحابة وسب السيدة عائشة وكل هذا الكلام والافتراءات الكاذبة، اعتمادا يا اما هم نفسهم ما قروش الكتاب يا اما هم بيروجوا اكاذيب بالنسبة وبيخدعوا مستمعيهم. هنشوف كده تطوافة سريعة على الكتاب. الكتاب بيقول في المؤخرة بتاعته أو في ختام الكتاب فرج فودة إن قواعد الدين ثابتة وظروف الحياة متغيرة، وفي المقابلة بين الثابت والمتغير لابد وأن يحدث جزء من المخالفة، ويقصد المخالفة أن يتغير الثابت أو يثبت المتغير، ولأن تثبيت المتغير وتثبيت واقع الحياة المتغير مستحيل، فقد كان الأمر ينتهي دائما بتغير الثوابت الدينية، والتغير الثوابت هو ما نسميه بالاجتهاد، والاجتهاد قائم ولكنه ليس مطلقا. كلام واضح وصريح، بيقول في ثابت وفي متغير، وزي ما قلنا الثابت في الدين اللي هو أركان الإسلام والعبادات والزكاة والصوم والحج وكل هذه الأمور، ومتغير الحياة وواقع الحياة. واقع الحياة دائما متغير وبتطرى عليه امور كثيره جدا، فربما نضطر الى تغيير الايه؟ الثابت. الثابت ليس المعتقد وليس الاركان، ولكن الامور العمليه في الحياه. الامور العمليه في الحياه زي ما قلنا متغيره دائما، ولابد ان يكون هناك مرونه في التغيير. طبعا في الكتاب عباره عن 6 عناوين: مقدمه، الحقيقه الغائبه، قراءه في اوراق الراشدين، قراءه في اوراق الامويين، قراءه في اوراق العباسيين، وماذا بعد. طبعا بعيدا عن الامويين والعباسيين مش هنتكلم عنهم، هو كل مشكلتهم مع الراشدين، واذا كنا بنتكلم عن الامويين فبرضه قصدهم معاويه بن ابي سفيان، لانهم حاطين ان حاجه اسمها كبار الصحابه او يعني التعرض لكبار الصحابه من الكبائر، هم بيسموها السب، بس هم ربما بيسموا النقد سب، انا ما اعرفش هم ايه الموضوع بالنسبه لهم بالظبط. طبعا مش هنقرا الامويين والعباسيين، ربما نقرا حاجه من الراشدين ونقرا المقدمه اللي قالها والخاتمه اللي قالها، وكتاب موجود على الانترنت الناس تنزله وتشوف ان هم كيف ادعوا على فرج فودة كذبا. هنلاقي في المقدمه بيقول: هذا حديث سوف ينكره الكثيرون لانهم يودون ان يسمعوا ما يحبون، فالنفس تأنس لما تهواه وتتعشق ما استقرت عليه، ويصعب عليها ان تستوعب غيره حتى لو تبينت انه الحق او توسمت انه الحقيقه. واسوأ ما يحدث لقارئ هذا الحديث ان يبدأه ونفسه مسبقة بالعداء أو متوقعة للتجني، وأسوأ منه موقف الرفض مع سبق الإصرار للتفكير واستعمال العقل. زي ما قلنا إن هم روجوا دايما لمدينة فاضلة كانت موجودة في السنوات الأولى للنبوة وعهد الراشدين، وإن إحنا مجرد إحنا نرجع لهذه الحقبة ستتحل كل مشاكلنا، وأن الإسلام هو الحل، وأن الخلافة الإسلامية هي الحل، وإن إحنا كنا عظماء ولما تركنا الخلافة أصبحنا في الحضيض. ده كان الإدعاءات والترويجات، وإن إحنا مجرد إحنا نعلن تطبيق الشريعة ونستمع للحاكمية لله أو الكتالوج زي ما بيقولوا، بيقولوا إن الإنسان ده ليه كتالوج وربنا كتب الكتالوج، فإحنا نمشي على الكتالوج اللي مكتوب لنا وإحنا هنبقوا زي الفل. ده كلام طبعا بيقول بيقول هذا حديث تاريخ وسياسة وفكر، وليس حديث دين وإيمان وعقيدة، وحديث مسلمين لا حديث إسلام، وهو قبل ذلك حديث قارئ يعيش القرن 20 وينتمي إليه، عن أحداث بعضها يعود إلى الوراء 13 قرنا أو يزيد. ومن هنا يبدو الحديث صعبا على من يعيشون وينتمون لواقع ما قبل 13 قرنا، ويقيمون من خلال معايشتهم وتبنيهم لذلك الواقع أحداث حاضر القرن 20، وهو في النهاية حديث قد يخطئ عن غير قصد، وقد يصيب عن عمد، وقد يؤرق عن تعمد، وقد يفتح بابا أغلقناه كثيرا وهو حقائق التاريخ، وقد يحيي عضوا أهملناه كثيرا وهو العقل، ويستعمل أداة جهلناها كثيرا وهي المنطق، وهو حديث في النهاية موجز أشد ما يكون الإيجاز، لا يهتم بالحدث في ذاته بقدر ما يعتني بدلالاته، ويرى أنه بوفاة الرسول
استكمل عهد الإسلام وبدأ عهد المسلمين، وهو عهد قد يقترب من الإسلام كثيرا وقد يلتصق به وقد يبتعد عنه كثيرا وقد ينفر منه، وهو في كل الأحوال والعهود ليس له من القداسة ما يمنع مفكرا من الاقتراب منه أو محللا من تناول وقائعه. وهو أيضا وبالتأكيد ليس حجة على الإسلام، وإنما حجة للمطالبين بالحكم بالإسلام أو حجة عليهم، وسلاح في أيديهم أو في مواجهتهم، وليس أبلغ من التاريخ حجة ومن الوقائع سندا ومن الأحداث دليلا، وليس لهم من البداية أن ينكروا علينا ما رجعنا إليه من مصادر وما استندنا إليه من مراجع، فهي ذات المراجع التي يحتجون بها على ما يرون أنه في صالحهم ومع دعواهم. ولو أهملنا معا هذه المراجع ما بقي من تاريخ الإسلام شيء، ولا ما بقيت في أيديهم حجة، ولا ما استقر في كتاباتهم دليل، ولا ما وجدوا لمنطقهم سندا أو أصلا أو توثيق. يعني اللي هو بيجيبوا أنه عصر الفضيلة وأنه عصر اليوتوبيا بينتقوا مواقف محددة من نفس المراجع. هو المراجع لو بصينا في الكتاب على شوية المراجع هنلاقي الطبري هو موجود، وهنلاقي المسعودي، وهنلاقي جاب برضو من العقاد، عبقرية العقاد لعلي وغيره، وجاب مروج الذهب للمسعودي، وجاب عبقرية الإمام علي للعقاد، ضحى الإسلام لأحمد أمين، ده كتاب مهم جدا احنا بنرجع له برضو، وأحمد أمين خريج أزهر، تاريخ الطبري برضو، دي المراجع اللي بيستخدمها أو الطبري برضو مرجع سابق، دي المراجع اللي بيستخدمها الكتاب زي ما احنا شايفين، اللي هي نفس كتب التاريخ طبعا، جاب الفتنة الكبرى الأعمال الكاملة لطه حسين، الطبقات لابن سعد، مروج الذهب للمسعودي، اي دي المراجع اللي جابها عبد المنعم النمر، الاجتهاد شيخ أزهر كبير يعني، دي الحاجات اللي جابها فرج فود. نشوف جزء من اللي هو قاله في الحقيقة الغائبة، بيقول: هذا حديث قصدت فيه أن أكون واضحا كل الوضوح، صريحا كل الصراحة، زاعما أن الوضوح والصراحة في الموضوع الذي أناقشه استثناء، فقد صبت في المجرى روافد كثيرة، منها رافد الخوف، ومنها رافد المزايدة، ومنها رافد التحسب لكل احتمال، وخلف ذلك كله يروح سد كبير يتمثل في الحكمة التي يطلقها المصريون، والتي تدعو إلى سد كل باب يأتيك منه الريح، فما بالك إذا أتاك إعصار التفكير وارتطمت بأذنك اتهامات أهونها أنك مشكك، وأسئلة أيسرها هل يصدر هذا من مسلم، وواجهتك قلوب عليها أقفلوها، وعقول استراحت لاجتهاد السلف ووجدت أن الرمي بالحجارة أهون من إعمال العقل بالبحث، وأن القذف بالاتهام أيسر من إجهاد الذهن بالاجتهاد. ده كلامه. وقال أيضا، جاب شعاراتهم: يا دولة الإسلام عودي، الإسلام والحل، إسلامية إسلامية، وهي رايات لا تدري أهي دين أم سياسة، لكنك تجد مخرجا في تصور مصدريها أن الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة، وأن تلك الأقوال تعبير عاطفي عن شعارات الإخوان المسلمين القديمة بأن الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف. وقبل أن تسألني وهل تنكر ذلك، يجدر بي أن أضعك أمام وجهتي نظر، وجهتي نظر، كل منهما تقبل الاجتهاد، بل وقبل ذلك كله تقتضي الإجهاد، وأقصد بذلك إجهاد الفكر بحثا عن حقيقة غائبة. أما وجهة النظر الأولى ولا أشك أنها وراء ما ذكرت من دعاوي، فإنها تتمثل في أن المجتمع المصري مجتمع جاهلي أو بعيد عن صحيح الدين، اللي هو كلام السيد قطب، وبين مقولة تجهيل المجتمع ومقولة الابتعاد عن صحيح الدين تندرج مواقف القائلين بين التطرف لأصحاب المقولة الأولى والاعتدال للقائلين بالثانية، سواء جاهلية ولا جهل، لكنهم جميعا متفقون على أن نقطة البدء بالحل تكمن في التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية. وأصحاب وجهة النظر هذه يطرحون خلف ظهورهم خلافهم حول رأيهم في المجتمع الحالي، ويستقرون عند التمسك بدعوة تطبيق الشريعة، مؤكدين أن هذا التطبيق الفوري سوف يتبعه صلاح فوري للمجتمع وحل فوري لمشاكله. أما وجهة النظر الثانية
فلعلي ألمح على وجهك قبل أن أعرضها تساؤلا مضمونا، وهل هناك وجهة نظر ثانية؟ ولعلي أتلمس خلف هذا التساؤل تصورا بأن وجهة النظر الثانية لابد أن تتناقض مع ما توصلت إليه وجهة النظر الأولى، اللي هو تطبيق الشريعة الدنيا هتحل كلها، وأنها تصبح الأمر كذلك مصطدمة أو متصالحة مع دعوة لتطبيق أصل من أصول العقيدة، لكني أبادر فأطمئنك بأن وجهة النظر الثانية لا تناقض الإسلام بل تتصالح معه، ولا تأتي من خارجه بل تخرج من عباءته، ولا تصدر عن مارق بل تصدر عن عاشق لكل قيم الإسلام النبيلة والعظيمة. إن وجهة النظر الثانية تستند إلى مجموعة من الفروض يمكن عرضها فيما يلي: أولا، أن المجتمع المصري ليس مجتمعا جاهليا بل هو أحد أقرب المجتمعات إلى صحيح الإسلام، وأعتقد أن هذا صحيح فعلا، إن لم يكن أقربها حقيقة لا مظهرا وعقيدة لا تمسكا بالشكليات، بل إن التمسك الأصيل والشديد بالقيم الدينية يمكن أن يمثل ملمحا مصريا يصدق هذا على موقف المصريين من العقائد الدينية الفرعونية قبل ظهور الأديان السماوية، بقدر ما يصدق على موقف المصريين من الدين المسيحي قبل دخول الإسلام مصر، بقدر ما يصدق أيضا بدرجة أوضح من كل ما سبق على موقف المصريين من الإسلام، والشواهد على ذلك كثير. عايز يقول إن الدين متجذر في المجتمع المصري من أيام الفراعنة، وجيل المسيحيين اعتنقوا المسيحية، وجيل الإسلام اعتنقوا الإسلام، والشواهد على ذلك كثيرة، بدءا من تردد المصريين على المساجد وحماسهم لبنائها، وتنافسهم على مراكز الصدارة في عدد الحجاج من بلاد العالم الإسلامي كله، واحتفاؤهم بالأعياد الدينية، بل وتحول شهر رمضان إلى عيد ديني قومي لا يمكن تبرير الشغف به والاحتفاء بحلوله والحصر على انتهائه إلا بأصالة وعمق الشعور الديني، وانتهاء بما ساهمت به مصر في مجال العقيدة والاجتهاد، بدءا بالليث بن سعد وفقه الشافعي في مصر، وانتهاء بالأزهر الشريف ودوره كمنارة للفكر الإسلامي. إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس هدفا في حد ذاته، بل إنه وسيلة لغاية لا ينكرها أحد من دعاة التطبيق، وأقصد بها إقامة الدولة الإسلامية. وهنا مربط الفرس ومحور النقاش، ودعاة تطبيق الشريعة الإسلامية كما سبق وذكرنا يرفعون شعار أن الإسلام دين ودولة، والشريعة الإسلامية في مفهومهم تمثل حلقة الربط بين مفهوم الإسلام الدين ومفهوم الإسلام الدولة. هنا ينتقل النقاش إلى ساحة جديدة هي ساحته الحقيقية، وهي ساحة السياسة. وهنا يطفو على سطح النقاش سؤال بسيط وبديهي ومضمونه: أنهم ما داموا قد رفعوا شعار الدولة الإسلامية وانتشر أنصارهم بين الأحزاب السياسية يدعون لدولة دينية يحكمها الإسلام، فلماذا لا يقدمون إلينا نحن الرعية برنامجا سياسيا للحكم يتعرضون فيه لقضايا نظام الحكم وأسلوبه سياسته واقتصاده ومشاكله، بدءا من التعليم وانتهاء بالإسكان وحلول هذه المشاكل من منظور إسلامي. بيقول: مأزق إن تجمدوا وبرنامج سياسي إذا اجتهدوا، ولعل أول الحالين أقرب لتصوير الواقع، فالتصوير أهون من التطوير، والحكم بخروج المجتمع كله من دائرة الإيمان أسهل، والحكم بعدم مشروعية الفوائد أيسر، وتجهيل المجتمع ومؤسساته أضمن، والنحو باللائمة على الزمان أسهل السبل. وتجنبا للخلاف، خلافهم هم وهم في كل الأحوال في مأمن، إن عجزتهم الإجابة أفتوا بأنك لا تملك أدوات البحث في القضايا الدينية، وأن أفحمهم المنطق تنادوا بأنك عميل للإمبريالية أو متأثر بالشيوعية أو ناطق بلسانهما معا، وحتى لا تتحول القضية إلى تراشق فإنني سأحاول معك أن أستعرض بعضا من تلك الموانع التي أشرت إليها، ولنبدأ بالحاكم. وطبعا نتكلم عن نظام الحكم واختلافه من أبو بكر العمر لعلي لعثمان، وتعرض بقى للخلافة الراشدة في جزء الأهم منها وهو جزء الفتنة، إنهم يهربون من الرحى برميها فوق رؤوسنا داعين إيانا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي تقودنا بالحتم إلى دولة دينية. وقال طبعا إن هو سنتين بس كانوا في خلافة عمر 20 سنة و9 أشهر، ثم خلافة عثمان يعني 30 سنة، قال ما كانش فيهم، كان فيهم مشاكل كتيرة جدا وحروب. قال ابتدأت بحروب الردة، قال هي بدأت بحرب أهلية وانتهت بحرب أهلية. فالطبري يذكر في كتابه تاريخ الأمم والملوك: لبعث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يستطيعون دفنه، ثم حمله 4: حكيم بن حزام وجبير بن مطعم ونيار بن مكرم وأبو جهم بن حزيفة، فلما وضع ليصلى عليه جاء نفر من الأنصار يمنعوهم الصلاة عليه،
فيهم أسلم بن أوس ابن بجرة ساعدي وأبو حية المازني، ومنعوهم أن يدفن بالبقية، فقال أبو جهل ادفنوه فقد صلى الله عليه وملائكته، فقالوا لا والله لا يدفن في مقابر المسلمين، فدفنوه في حش كوكب، فلما ملكت بني أمية أدخلوا ذلك الحش في البقية. الدفن في مدفن اليهود تقريبا يعني، ده الطبري، ده اللي حصل مع عثمان، كان 86 سنة. بيقول طبعا في موضوع الخلافة أنه طلب منه أنه يعتزل، فقال لا أنزع ثوبا سربلنيه الله، أي ألبسنيه الله، يعني هم طلبوا منه كذا حاجة ولكن هو لم يلبي، وقال إن كانت خلافة مؤبدة لا مراجعة للحاكم، يعني كلهم انتهوا بالموت، يعني سواء خلافة عثمان أو علي أو أبو بكر أو عمر كلها نهايتها الموت، لا مراجعة للحاسب للحاكم ولا حساب أو عقاب، لا يجوز للرعية أن تنزع البيعة أو تعزله، ومجرد مبايعتهم له مرة واحدة تعتبر مبايعة أبدية لا يجوز لأصحابها سحبها. طبعا إيه، نروح للراشدين زي ما قلنا يتكلم بشكل أو بآخر عن الفتنة الكبرى وإزاي إن هو السائرين. قال أما التعجب فأبوابه كثيرة، إن سددت منها بابا وحسبت أنك استرحت انفتحت عليك أبواب وأسقلتك الهموم، وحسبك أنك إن أدنت لا تدري من تدين، فأنت إن أدنت الثائرين على عثمان يعني لا تملك أن تبرئ عثمان، وأنت إن أدنت عثمان لا تملك أن تبرئ الثائرين، وأنت إن أدنت الثائرين لا تبلك إلا أن تتعاطف معهم في نوازعهم، وأنت إن أدنت عثمان لا تملك إلا أن تتعاطف معه في مصرعه، وعلى لك بحكم العاطفة الدينية أقرب إلى إنصاف عثمان وإلى تلمس الأعذار له، لكنك تصطدم في سبيلك هذا بأقوال كبار الصحابة وأفعالهم ودعوة بعضهم الصريحة إلى حمل السيف والخروج عليه، فهذا عبد الرحمن بن عوف يقول لعلي إن شئت أخذت سيفك وآخذ سيفي، فقد خالف ما أعطاني، ثم يقول لبعض أصحابه في المرض الذي مات فيه عاجلوه قبل أن يضغى ملكه. ده عبد الرحمن بن عوف اللي طلع في المسجد في يوم لما كانوا ستة وعمر مات أو قتل، وراح مسك إيد علي وقال له تبايعني على سنة الله ورسوله والشيخين من بعده، قال له سنة الله ورسوله وأجتهد رأيي، يعني أجتهد رأيي، يعني هو الشيخين مش أكثر مني علما يعني، راح سايب إيده مسك إيد عثمان وقال تبايعني على القرآن والسنة والشيخين من بعده، قال نعم، فبايعه وبايعه الناس، وقيل إن علي قال إنها الخديعة إنها الخديعة بشكل أو بآخر. هذا عبد الرحمن بن عوف اللي عطى لعثمان الخلافة، بيقول لعلي خد سيفك وناخد سيفي ونطلعوا عليه، وبعدين لما جه بقى يموت قال لهم عاجلوه قبل أن يطغى ملكه، وهذا طلحة يقلب الثائرين حتى لا يجدوا عليه مفرا من أن يفتح بيت المال ويوزع من أمواله عليهم حتى يتفرقوا يديهم فلوس، ويقر عثمان على ما فعل، ولن تمر شهور حتى يقتل عثمان وحتى يخرج طلحة نفسه مطالبا بالثأر له في جيش عائشة، وحتى يصاب بسهم رماه به مروان بن الحكم صفي عثمان وساعده الأيمن وخليفة المسلمين بعد ذلك بثلاثين عاما، ورفيق طلحة في الجيش السائر من أجل الثأر، وساعتها سوف يدرك طلحة أنها النهاية فيردد في لحظات الصدق مع النفس ومع الله هذا سهم رماني به الله، اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى. توقف لابن سعد، يعني هو معترف أنه وقف ضد عثمان، بس لما مات عثمان وقف يطالب بدمه من علي لأنه ما كانش عايزين علي هو اللي بقى الخليفة، وقال لما حب يتراجع مروان بن الحكم اللي هو معاه في نفس الجيش ضربه بسهم، دي الرواية بتقول كده، قتله يعني مراد بن الحكم قتل طلحة اللي هو معاه في نفس الجيش لما حب يتراجع، لأنه كان عايزين حرب تكمل بتاعة الجمل اللي فيها السيدة عائشة، قتل المسلمون بسيوف المسلمين، وقال إنها بدأت بحرب أهلية. طبعا كلام كتير رجعوا للكتاب وقروه، إن هو دي مشكلته إنه قال سب الصحابة، ما سبش الصحابة، قال لك إن هو حصل خلاف كبير جدا حتى مع عمار مع عبد الله بن مسعود، واعتدوا على عمار بن ياسر اللي هم يعني عثمان بأوامر منه، وكمان على عبد الله بن مسعود، وكان في موضوع حق المصاحف كان في مشكله، يعني ان بتتكلم ان الموضوع بشكل او باخر انا ما شفتش اي اساءه، واللي شوف اساءه في هذا الكتاب كله من التاريخ وكله من الكتب، نشوفوا ايه النهايه بتاعتها، قال ايه ماذا بعد 153، انما ارجعوا للكتاب شوفوا هو قال ايه في الخلافة الراشدة وحديثه عن الأمور الفتنة وإنها بدأت بحرب أهلية وانتهت بحرب أهلية.
بيقول وماذا بعد؟ بيقول ما على القارئ بأس لو انزعج، فالانزعاج للحق مكرمة، وأن تنزعج للحق فهذا أفضل كثيرا من أن تنبهر بالباطل. وجزء من هذا الانزعاج مرجعه إلى ما ذكرناه في بداية الحديث، وهو أن النفس تهوى أن تقرأ ما تحب أن يكتب لها، وتتعشق أن تسمع ما تهوى أن يقال لها، بصرف النظر عن موقعه من الحق أو موقفه من الحقيقة. وأما الحقيقة فإن البشر هم البشر في كل العصور، يستوي في ذلك عصر الراشدين أو الأمويين أو العباسيين أو عصرنا الحديث، وأن الحديث عن جنة الأرض هراء لا قيمة له، وغثاء لا نفع فيه، وباطل لا جدوى منه. ولعل القارئ قد أدرك في ثنايا الحديث أننا في حديث التاريخ قد توجهنا للحاضر واستلهمنا المستقبل، وأننا في توجهنا لهذا واستلهامنا لذلك قد أرهقنا أنفسنا كثيرا بالتوقف أمام ما نفزع له وبتحليل ما نجزع منه. ولست أدري هل يصدقني القارئ أم لا إذا ذكرت له أنني منعت نفسي كثيرا من الخوض في بعض الأحداث تجنبا لفحش في القول أو مبالغة في المجون، ولعلي نجحت في أوازن بين وجهي الصورة التي نقلوها لنا حلما فانزلناه في رفق إلى أرض الواقع، فإذا به وقع مر قليلا ما يصر وكثيرا ما يفجع. كلمات كاللؤلؤ، انسيابية رائعة. بيقول أنا مرضيش أكتب كل حاجة، يعني في حاجات مر عليها وبيقرا التاريخ ما رضاش يذكرها، مفجعه. يعني هو عايز يقول لكم انا قلت جزء من الحقيقه، انما الباقي امر ما رضيتش اذكره عشان اوازن. ولست ادري هل اصبت ام اخطات، وهل كان علي ان افعل ما يفعله الكثيرون حيث يتجاهلون ما يقرب من 1000 عام عن حكم الامويين والعباسيين، لكي يتوقفوا امام عامين لا اكثر هما فتره حكم عمر بن عبد العزيز، وحين يختارون من فتره الراشدين ما يدير الرؤوس وما يدفع الشباب الغض إلى محاولة تحطيم مجتمعه، طامعا في أن يعيد أيامهم ويبني على منوالهم، بينما لو تأملنا فترة حكمهم الكاملة الراشدين لتمهلنا كثيرا وتحسبنا أكثر، وربما حمدنا الله على ما نحن فيه، ليس هجوما عليهم معاذ الله، فهم في أعلى عليين كصحابة أجلاء وفقهاء دين عظماء، لكننا نتناولهم من زاوية أخرى هي زاوية السياسة، ونقيمهم بميزان آخر وميزان الحكم، وهم من هذه الزاوية وبهذا الميزان بشر يجوز عليهم ما يجوز علينا من نقد، ويتعرضون لما نتعرض له من أخطاء. وحسب القارئ أن يتأمل معنا فترة حكمهم ويتعجب وهو يرى 30 عاما يتعاقب فيها 4 خلفاء، يموت 3 منهم بحد السيف أو الخنجر، واحد على يد غلام مجوسي وهو أمر يفجع، وواحد على يد الرعية وهو أمر يفجع ويفزع، وواحد على يد مسلم متطرف وهو أمر يفزع، ويقضي الخليفة الأخير فترة حكمه كلها ساعيا إلى التمكن من الحكم سدى وإلى فرض ولايته على الدولة الإسلامية كلها دون جدوى، وينتهي به الأمر محصورا في الكوفة داعيا الله أن يبدله خيرا من قومه وأن يبدل قومه أسوأ منه. دعا عليهم تقريبا أنه أرهقوه في 5 سنين الحكم اللي هو علي. ثم لعلنا ننزعج ونحن نكتشف أن الفترة على قصرها قد حفلت بالحروب الأهلية الكبرى، فقد بدأت بها وانتهت بها. بدأت بحروب الردة في عهد أبو بكر، وانقضت سنواتها 5 الأخيرة في سلسلة من الحروب الأهلية، أولها حرب الجمل بين كبار الصحابة، ثم حرب صفين بين علي ومعاوية، ثم حرب النهروان بين علي والخوارج، ثم سلسلة متصلة من الحروب الصغيرة بين جيوش علي وجيوش الخوارج. هي دي الحقيقة. هو ده سبوه سب الصحابة ليه؟ هو حكى التاريخ، بدأت بحرب أهلية وانتهت بحرب أهلية. وخلي بالكم الحرب بتاعت أبو بكر اللي هي حروب الردة مش كلهم كانوا ارتدوا عن الإسلام، الأكثر أو الكثير منهم قالوا مش هندفع الزكاة، لأن قالوا النص القرآني بيقول خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وتصلي عليهم، يعني هو ده أمر للنبوة إنه ياخدوا الفلوس من هؤلاء الناس. قالوا الأمر القرآني بيقول إن إحنا نعطي للرسول لا نعطي من يخلفه، فمنعوا الزكاة. فعمر قال له كيف ستقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه للرسول لا قاتلتهم عليه. طبعا من ناحية سياسية ممكن نقول ده صح، ليه عايز واحد الجزيرة العربية إنهم تحرشوا بالروم في تبوك
وكان الرسول بيقول لهم أنفذ بعث أسامة، يعني الموضوع فيه تحرك، فلو القبائل دي اتفرقت ربما يأتي الرومان ويسحقوهم سحقا، هم قبائل متفرقة. إنما من الناحية الدينية لا، يعني من الناحية الدينية دول ناس مسلمين، وكل الموضوع لو هنطبق نص القرآن هنلم الزكاة ونديها لفقرائنا مش هنديها لأبو بكر. وكان في خلاف كبير جدا على بيعة أبو بكر الصديق. وبعدين النقطة بقى التانية، إن 60% من الصحابة ارتدوا، اللي هو جيل اللي هو بيسموا صحابة. لما جم يعملوا علم الرجال قال لك كل الصحابة عدول، من أي زاوية بالظبط؟ اللي ارتد ولا اللي ما ارتدش، ولا المنافقين اللي احنا مش عارفينهم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم نص القرآني. يعني في منافقين أنت ما تعرفهمش، والتانيين حذيفة دار عليهم وتسمى كاتم سر الرسول. لا عرفنا اللي بنوا مسجد الضرار، ولا عرفنا اللي انهزموا في احد، ثلث الجيش روح مع عبد الله بن ابي بن سلول وساب الرسول ينهزم، ولا اللي ارتدوا بعد الاسلام. كل دول يتسموا عدول اللي ارتدوا عن الاسلام. وطبعا بعد كده بقى راحوا مخترعين مرويه اللي عشان يبرروا حروب الرده، امرتوا ان قتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. حطوا الصلاة مع الزكاة كده عشان يكملوا الموضوع، عشان يبرروا قتل أبو بكر ليه؟ لمنيع الزكاة، رغم إن هو لو كان الموضوع كده وفي نص كان أبو بكر قال له لعمر وأقنعه بيه، وما كانش عمر اختلف معاه، ولكن النص ده اتحط لاحقا للدفاع عن حروب الردة. فبيقول لهم الحقيقة ابتدت بحرب أهلية وانتهت بحرب أهلية. وفي النص عشان كان بيحاربوا الفرس والروم انشغلوا بالحروب، لأن واضح إن الحروب اللي العرب كانوا رجال حرب، فإما هيحاربوا بعض يا اما يحاربوا ايه بره. عمر بعد حروب الرده انتهز الموقف، القبائل اتوحدت، الناس دي لو قعدت هتحارب بعض، يلا اطلع على بره على الفرس وعلى العراق بقى وعلى الشام، اديها 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 عشان ما يوقفوش عن الحرب. لما جاء عثمان الدنيا وقفت شويه راحوا مرتدين، وبدات الحرب الاهليه تشتغل تاني. كانوا هم يعني رجال صحراء ورجال وبدو ومعتمدين ان هي دي ثقافتهم، يعني هو ده كان ثقافه الغزب عندهم الحروب، وكانوا مستمرين في حروب دائمه في الجاهليه. فهو عارف ان دول رجال حرب، رجال حرب هيقعدوا هيحاربوا بعض، وده اللي حصل. لما في عهد عثمان كده الفتوحات توقفت شويه اشتغلت الحرب الاهليه تاني، علي كلها حرب اهليه. بيقول سلسله متصله من الحروب الصغيره بين جيوش علي وجيوش الخوارج، وحسبونا ايضا انها بدات مقبله على الدين من الخليفه ومن الرعيه، وانتهت مقبله عليه من الخليفه مدبره عنه من الرعيه بقدر إقبالها على الدنيا. دليلنا على ذلك ما ذكرناه من ثروات، وما رصدناه من اقتراب حثيث من معاوية، وابتعاد حثيث عن علي. وإذا كان البعض في البداية قد قارن بين الطعام الشهي على مائدة معاوية والحق الجلي على لسان علي، وهما في حروب صفين كانوا الجيوش عارفين بعض، ما هم مسلمين كلهم مع بعض، فكان بيقول لك إيه، نأكل على موائد معاوية فإنها أشهى، ونصلي خلف علي فإن الصلاة أتقى. يعني الصلاة خلف علي أتقى والأكل على موائد معاوية أشهى، يعني كانوا يعني عايشين مع بعض طول اليوم ويصحوا الصبح يحاربوا بعض، اللي هم كلهم مسلمين وعارفين بعض يعني. والحق الجلي على لسان علي فإن النهاية كانت انتصارا لا شك فيه للطعام الشهي، واندحار لا شبهة فيه للحق الجلي. يعني علي اللي معاه الحق الجلي بس معهوش الأموال اللي يديها للناس ويوزع عليهم الدنيا، يعني معاوية كان معاه الدنيا بيعطيها للناس، فالناس راحت مع معاوية، واللي انتصر في الآخر معاوية. وما هكذا كان الإسلام الدين أو يكون، لكنه هكذا كانت الدولة الإسلامية، وهكذا تكون شأنها شأن أي دولة دينية على مدى التاريخ الإنساني كله. لا يغرنك فيها عذب الحديث في البدء، فالعبرة بالخواتيم، وقد كانت الخواتيم مرة دائما، وأمر منها ألا نستوعب درسها وألا نستفيد من تجربتها، وأن يدعو البعض إلى تكرارها في بلاها يحسدون عليها، وكأنه مطلوب منا أن نقرأ التاريخ لكي نعيد أخطاءه. وإذا كنا نتحدث هكذا عن عهد الراشدين فكيف يكون الحال على يد المعاصرين الذين لم نعرف الإرهاب إلا على أيديهم، ولم يعرف مجتمعنا الأمن من حوادث الاغتيال السياسي إلا على يد فرسانهم المغاوير. بيتكلم بقى عن قراش واحمد ماهر والخزندار، وطبعا لاحقا فرج فوده، ولم ترق دماء الابرياء الا على يد مجاهديه الاشاوس، وطبعا السادات بعد كده وحاجات كتير، والشيخ الذهبي كل حضره. وحتى في انتخابات الاتحادات الطلابيه الاخيره لم يفتهم ان يرفعوا شعارا غريبا يعكس اسلوب تكفيرهم، وهو صوتك دانا، صوتك دانا. حتى مصطفى مشهور
كان مره بيتكلم عن ما يسمى حقل الدعوه، فكان حاطط العنوان تفجير حقل الدعوه، افساده يعني. يعني حتى المصطلحات اللي بيستخدموها كلها عنف. هنا بيقول لك صوته كدانة، وكان مصطفى مشهور بيقول في طريق الدعوه تفجير حقل الدعوه، وبيتكلم ازاي انت ما تقولش للناس انهم كفار عشان عارف انهم كفار، يعني مش هيسمعوا كلامك فخبي عليهم الموضوع ده، هم كفار بس بتخبي عليهم يعني. تفجير حقل الدعوه. هنا بيقول لك صوته كدانة، وكانهم لم يميزوا بعد بين الديانه والدانه، ولم يعرفوا من الاسلام الا العنف والادانه، ولم يروا فيه ما رايناه من وجوه كلها سماحه ونور ورحمه. اختيار الكلمات يعني رائعه، اسلوبه راقي يصل الى الناس. وربما تصور القارئ ده كلام يعني، وربما تصور القارئ في بعض اجزاء الكتاب انني احرض الدوله على المتطرفين وادفعها الى مواجهتهم ولعلي اصحح لها. فالمقصود ليس مواجهه التطرف في الفكر، وانما المقصود هو مواجهه العنف بالقبلات، ومواجهه السيف بالاحضان، واستقبال القنابل بالكلمات الدافئه. ولعل المنكرين على ما يرونه تشددا ينظرون حولهم الى اعرق دول العالم في الممارسه الديمقراطيه. يعني هو عايز يقول في عنف فكري وعنف مادي، العنف الفكري يتقابل بالفكر، انما العنف المادي مش هنقابل السيف الاحضان. وقال حتى في دول العالم ليشاهدوا كيف يواجه العنف في ايرلندا، وكيف تواجه ايطاليا ارهاب الالويه الحمراء، وكيف تواجه المانيا الغربيه ارهاب البادر ماينهوف، وكيف لم يتوقف احد لكي يحلل دوافعهم او يبرر افعالهم كما يفعل البعض هنا عن تصور انه هكذا يكون الموقف الصحيح. بيبرروا المتطرفين اصل السجن واصل حسن، في كده تبرير للمتطرفين انهم يمارسوا العنف، وزي ما قلنا المقاله اللي قلناها بتاعت خالد صلاح كان فيها كده، كان فيها تبرير لمواجهه للعنف لانهم يعني اتسجنوا وحاجات زي كده. طالما ان الارهابيين اعداء لخصمه اللدود الدوله، يعني عايز يقول ان بعض حتى المعارضين بيبرروا الكلام ده للارهابيين على اساس انهم متفقين في معارضه الدوله، او شايفين مثلا نظام السادات مستبد، شايفين نظام مبارك مستبد، فبيبقوا فرحانين بالارهابيين ان هم ايه بعنفهم ضد الدوله او بيبرروا. بينما لو فكر قليلا لادرك ان المستهدف ليس الدوله بل النظام الذي نحن جميعا جزء منه، الحياه مش هيبقى الدوله بس، والامان الذي نسعى جميعا الى تحقيقه وصونه، والشرعيه التي هي الموئل والملاذ. ولو كان صبيه الجهاد او امرائهم اهل حديث لنصحت بحوارهم، ولو كانوا أهل رحمة لنصحت بمجادلتهم بالحسنى، ولو كانوا أهل نكير لدعوت إلى مقارعتهم بالحجة، لكنهم تجاوزوا النكير إلى التكفير، وتجاوزوا القول إلى القتل، وتجاوزوا المنطق إلى حل الدم. وهنا لا مفر من إكمال مسيرة الديمقراطية حتى لا يحتجوا علينا بضيق المساحة، ولا مفر من الرد على دعواهم بالمنطق حتى تجتذب منهم من بقي في قلبه مساحة للسماحة، ولا مفر من إعمال نصوص القانون لردع العنف وعزل أصحابه عن حركة المجتمع ومساره وفرزهم بعيدا عن المعتدلين في التيار الإسلامي السياسي، وفيهم أساتذة أجلاء وعلماء أفاضل ومحاورون قادرون وأهل علم وفقه ورجال سماحة وفضل، وهؤلاء وإن اختلفوا معنا يدعون لنا بالهداية وندعو لهم بالمثل دون أن يكفرونا ودون أن يفقدوا من احترامنا ذرة. في تعقل أكثر من كده؟ في ود أكثر من كده؟ ويقول إن فيهم ناس أهل سماحة وأهل رحمة وأهل علم ولهم فضل، وقال إن في ناس متطرفين لازم نواجههم بالقانون. طبعا خلي بالكم هو طلع من الوفد لما الإخوان تحالفوا مع الوفد في 84، وبعد كده تحالفوا مع الأحرار والعمل في 87. الكتاب ده اتكتب قبل 87 زي ما هنشوف كده في التوقيع في النهاية. يعني بيتكلم معاهم بكل احترام وإجلال، أساتذة أجلاء وعلماء أفاضل، بيتكلم عن السبب السياسي الإخوان قصده، ومحاورون قادرون أهل علم وفقه ورجال سماحة وفضل، هؤلاء اختلفوا معنا يدعون لنا بالهداية وندعو لهم بالمثل دون أن يكفرونا ودون أن يفقدوا من احترامنا ذرة. للأسف الشديد هم كفروه بعد كده، اللي هم الغزالي والناس دي اللي هو ادعى أو هو كان فاهم أنهم أهله سماحة، ولكن للأسف الشديد كفروه وتأمروا على قتله وبرروا قتله. هم يؤمنون بالإسلام دينا ودولة وهذا حقهم، ونحن نراه ونؤمن به دينا فحسب وهذا حقنا، وبعضهم يؤمن بالعمل السياسي ومن حق هذا البعض علينا أن نسانده في دعواه وأن نرفع عقيرتنا بأعلى الصوت مطالبين له بمنبر للرأي، يعني وفي لوم على حزب إسلامي ده فرق فودة. وهم في النهاية معنا في خندق واحد لأن موقف الإرهابيين منهم أشد،
ونزيرهم لهم اعنف، كانت الجماعات الاسلاميه والجهاد بيكفروا الاخوان على موضوع الديمقراطيه والانتخابات وحاجات زي كده. ونكيرهم عليهم اقصى وحكمهم عليهم أسوأ، كانوا بيكفروهم احيانا. ولو صدقت النوايا لوصلنا معهم الى كلمه سواء، ولتقابلنا معهم في منتصف الطريق، هم بالاجتهاد المستنير وبرؤيه العصر ومعايشته وبقبول متغيراته وبتقدير ظروفه وبالتأسي بعمر في اجتهاده وبالإيمان بالوحدة الوطنية وبالإنصاف لقوانيننا الحالية، ونحن بإدراك أن الديمقراطية تسعنا وتسعهم، وأن المستقبل لنا دون إنكار لهم أو عليهم، وأن مصر أغلى من المزايدة عليها بالقشور للجواهر والمظاهر للمضامين، وأن الإسلام الصحيح هو التقدم وهو مصلحة المجتمع وهو اللحاق بالحضارة وهو تحصيل العلم، وأن مساحة الخصوصية في قضية الدين أوسع وأرحب، وأن فرض الرأي على الآخرين لا يجوز، وأن التشريع للبشر، أما مبادئ التشريع وأصول العقيدة فهي لله، يعني حتى الراجل ما اختلفش مع مبادئ الشريعة اللي هي المصدر الثاني للتشريع، وأما مبادئ التشريع وأصول العقيدة فهي لله، وأن الإسلام يعنى بالغايات قبل الوسائل، وأن العصر الأول الإسلام لن يأتي إلينا وأننا لن نعود إليه، فكلا الأمرين مستحيل، وأن التفكير يسبق التكفير والعقل يسبق النقل والسماحة تسع الجميع، وأن الحساب آت لا محالة في الآخرة وليس في الدنيا، وأن الإسلام لا يعرف الكهنوت ولا يعرف رجال الدين ولا يعطي قدسية لأحد ولا يمنع عصمة لأحد ولا يمنع النقد عن أحد، فلا لا عصمة لأحد غير الرسول ولا قدسية لأحد من غيره، وأنه ليس في الإسلام أزياء وليس فيه ألقاب وليس له ألقاب، وليس لأحد كائنا من كان أن يدعي أنه حامي حمى الإسلام، فكلنا مسلمون وكلنا حمال الإسلام وكلنا أيضا حمال الوطن، كل الوطن، وكلنا عشاق له وكلنا مناضلون من أجله أرضا وسماء، مسلمين وأقباطا، لسنا فاتحين وليسوا أسار حرب، نحن جميعا مواطنون، لسنا أغلبية وليسوا أقلية، نحن جميعا مصريون، لسنا حكاما وليسوا محكومين، نحن جميعا حاكمون محكومون، وكلنا عشاق لهذه الأرض وكلنا مدافعون عنها، وقبل ذلك كله مدافعون عن وحدة الصف وتلاحم الصفوف. أعلم أن الحديث قد طال وأخشى أن يكون قد تشعب، ولعلي أوجز العرض والقصد في الرفض الكامل لخلط أوراق السياسة بالدين وفي التأكيد على الفصل بينهما. حجتي في ذلك ما يلي: أولا أن البينة على من ادعى، وإذا كنا ندعو للفصل فحجتنا جلية فيما هو قائم، أما دعاة الوصل من الدين والدولة يعني فعليهم أن يوضحوا لنا كيف يكون، ولا مناص عن صياغة برنامج سياسي كامل، وفي تقديرنا أمر عسير عليهم وإن كان يسيرا علينا أن ندرك الأسباب، وقد عرضناها بالتفصيل في الكتاب. ثانيا أن نقبل بمنطق الصواب والخطأ في الحوار السياسي، لأن قضاياه خلافية يبدو فيها الحق نسبيا والباطل نسبيا أيضا، ونرفض أن يدار الحوار السياسي على أساس الحلال والحرام، حيث الحق مطلق والباطل مطلق أيضا، وحيث تبعت الخلاف في الرأي قاسية لكونه كفرا، وتبعت الاتفاق والمتابعة قاسية أيضا لمجرد كونها في رأي أصحابها حلالا حتى وإن خالفت المنطق، بل حتى وإن خالفت الحلال ذاته، ولم تكن أكثر من اجتهاد غير صائب تسانده سلطة الحاكم باسم الدين ويوازره سلطان العقيدة في ساحة غير ساحتها بالقطع. وطبعا الخلافة قتلوا غيلان دمشقي باسم الدين، قتلوا الحلاج باسم الدين، قتلوا السهرورجي باسم الدين، قتلوا الجعد بن درهم باسم الدين، وقتلوا كثيرين، هم كانوا في النهاية معارضة سياسية ولكن قتلوه باسم الدين وتحت راية الدين. ولعل ممارسة النميري في السودان لا زالت في الأذهان، ولعل مباركة علمائنا الأفاضل لما فعله النميري وقت أن كان في السلطة لا زالت في الوجدان، ولعل نقدهم المرير له وتكفيرهم اللاذع عليه بعد أن ترك السلطة واضح للجميع، ولعلنا نتساءل دون أن نغضب أحدا: هل هو الخداع فلا نقبل منهم قولا، أم هي الغفلة فلا نقبل منهم ريادة؟ يعني هو النميري لما رفع الشعر الإسلامية أي دوء، رغم أنه كان شعر استبدادي وكان عايز يبقى هو الإمام والبيعة ومحدش يخلعه، لما بقى حصلت بقى ثورة صور الذهب ولاحقا مش عارف جه الصادق المهدي وبعد كده جاء الإسلاميين، قال لا ده النميري كان وحش والإسلاميين والترابي زي الفل، يعني إيه؟ فقال له هنصدقهم ولا هي غفلة ولا إنهم قاصدين؟ يعني ده كان بيقول يعني.
هل هو الخداع كانوا يخدعونا فلنقبل منهم قولا فلا نقبل منهم قولا، أم هي الغفلة فلا نقبل منهم ريادة، أم هو الخطأ وكل ابن آدم خطاء فندعو لهم بالمغفرة؟ وقريب من هذا موقفهم من الرئيس السابق في مبادرة السلام والسداد حين رفعه بعضهم أعلى عليين بالقرآن والسنة وهبط به بعضهم إلى أسفل سافلين بالقرآن والسنة. طبعا كان الشعراوي قال له في مرة في مؤتمر لو نملك أن نرفعك في مرتبة من لا يسأل عما يفعل لرفعناك، يعني قصده مرتبة ربنا، ده كان قاله في البرلمان بيمدح السادات. وطبعا هنا كفروه بعد كده. حين رفعه بعضهم إلى أعلى عليين بالقرآن والسنة وهبط به بعضهم إلى أسفل سافلين بالقرآن والسنة وتركونا حيارة، بل إن شئت الدقة أسرى لعلامات التعجب والاستفهام، وما لنا نذهب بعيدا وأمامنا الآن حوار دائر بين فريقين منهم بشأن موقف الخميني من مبادرة السلام العراقية، فبعضهم يراه كافرا وبعضهم يراه قديسا، بينما نحن الراعية الحيارة الأسارة نضرب كفا بكف ونحن نتابع حوارا لا يدور بين رأي ورأي أو بين صواب وخطأ، بل بين كفر وإيمان، وهو ما نرفضه دون أن يؤثر هذا على ما في وجداننا من عقيدة وما في قلوبنا من إيمان. إن وقاع التاريخ التي سردناها في الكتاب تنهض دليلا دامغا على ضرورة الفصل وعلى خطورة الوصل وعلى سذاجة المتنادين بعودة الخلافة. إذا تجاوزنا وقاع التاريخ وانتقلنا إلى ممارسة نظم قائمة ترفع شعار الإسلام وتتبنى مفهوم الحكم به، فإننا نرى أنها جميعا حجة في صالح الفصل ودليل جديد على خطورة الوصل، وكما نتمنى أن يحتج بها البعض حتى نلزمه حجته، غير أن نحسب أن أحدا لن يفعل لما نعلم ويعلم. يبقى السبب الأخير والأهم خامسا ده هو أن الفصل هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية، وأن الوصل هو السبيل الأكيد لهدم صرحها العتيد. لا يغني عن ذلك التشدق بمقتطفات من التاريخ تؤكد على السماحة والتسامح في معاملة أهل الذمة، فقد ضربنا صفحا عن أضعافها مما يؤكد العكس وتقشعر له الأبدان. ونحن نؤمن بأن الإسلام قد بلغ الذروة في التسامح مع أهل الكتاب بل ومع الكافرين، لكن القرآن لا يفسر نفسه بنفسه والإسلام لا يطبق نفسه بنفسه، وإنما يتم ذلك من خلال المسلمين، وما أسوأ ما فعل المسلمون بالإسلام. ولسنا في حاجة إلى نكء الجراح أو إثارة النعرات أو تفجير الخلافات بقدر ما نحن في حاجة إلى تأكيد الإيجابيات ولم الشمل وتمسك الصفوف. يا إلهي كم ترد المناخ وكم نحن في حاجة إلى عودته من جديد كما كان. أحكي لكم واسمحوا لي عن قصة لا أتذكرها إلا ويطفر الدمع ويهتز الوجدان، وهي قصة حدثت منذ سنوات قريبة يوم تشييع جنازة عريان سعد، وعريان سعد قبطي مصري تطوع لقتل يوسف وهبة رئيس وزراء مصر القبطي الديانة، والذي قبل رئاسة الوزراء في مصر حين امتنع الوطنيون حتى لا يكون القتل على يد مسلم فتصور الفتنة، وقد نجا يوسف وهبة وسجن عريان سعد. وعندما دق ناقوس الكنيسة لحظة جثمانه تصادف أن على صوت مأذنة مجاورة بالأذان، وهنا أجهش الجميع بالبكاء وشعر الجميع أنه هكذا يكون وداع عريان. لنا أن نبكي معهم بكاء الرجال القظيم على رمز عظيم شيعناه وتراث عظيم أضعناه وتاريخ عظيم نسيناه. أقسم لك يا عريان أن الأذان والنقوس سوف يتعانقان على هذه الأرض دائما، فالكل عابد لله والكل عاشق للوطن. سوف تبقى مصر يا عريان شامخة كما أردت وكما نريد، منيعة على الفرقة، مستعصية على الفتنة، مستحيلة الانقسام. ويا عقلاء مصر هل نلتقي سويا على كلمة سواء؟ موقع وكاتب 29 نوفمبر 86 مصر الجديدة. دي الخاتمة بتاعت فرج فودة. أي سب في هذا الكتاب ادعاء هو عليه المجرمون الكاذبون، كلام كله سلاسة، وافق لهم إنهم يكون لهم منبر سياسي بس يقدمونا برنامج يبقى الرأي والرأي مش الحلال والحرام، كلام في منتهى يعني الروعة والسماحة، يعني كان متسامح جدا معاهم، ولكنهم للأسف الشديد خانوه وكفروه وقتلوه. هو في هذا الكتاب ما كانش لسه حاضر أفغانستان بعد ما انتهت الحرب كلهم حرب بعض. اتقتل عبد الله عزام أمير الجهاد بين الإسلاميين، اتقتل أحمد شاه مسعود، حكمة يار بقى وعبد الرب الرسول سياف دخلوا في معارك، جت طلبان حربة الكل. دايما مسلمين يحاربوا مسلمين، لو انتهت الحرب الخارجية يرجعوا يحاربوا بعض، وكله باسم الدين، دي الفرقة الناجية احنا الأصح، وكله اجتهادات، ولكن كل واحد شايف ان اجتهاده هو الدين الحق. هي دي مشكلة الدولة الدينية، هي دي مشكلة الادعاء بأن الحكم مطلق وفي أبيض وأسود أو حلال وحرام، إنما دايما الأحكام نسبية والمصلحة فوق النص. ده اللي قاله عمارة نفسه،
متى نسمي الشارع باسم فرج فودة، نصنع تمثالا لفرج فودة يجسد تاريخه، نضع ورودا على قبره يوم وفاته، هل ما زالت الدولة أو النظام واقع تحت الابتزاز الإسلامي السياسي حتى الآن، غير قادر على تسمية اسم شارع باسم فرج فودة، غير قادر على إنشاء تمثال لفرج فودة، غير قادر على توديعه بشكل رسمي وزير الثقافة حتى يروح. من طلبت قبل كده الشيخ الأزهر إن هو يعتذره لأن اتقتل باسم الشيخ الأزهر، باسم ندوة علماء الأزهر، مزروعة كان رئيس قسم، الغزالي كان أهم شيخ يعني في هذا التوقيت، أكثرهم علما كما قال عنه القرضاوي وغيره، يعني كان أكثر علماء عصره علما كما يدعيه البعض، الغزالي، فاتقتل باسم الشيخ الأزهر. هل تأسفنا واعتذرنا عن قتله؟ لم يحدث. فإذا كان الأزهر لا يريد أن يعتذر، لا يريد أن يضع الورود على قبره، فعلى الدولة أن تفعل. وزير الثقافة يروح يوم 6 يونيو من كل عام يضع ورودا، 8 يونيو من كل عام يضع ورودا على قبره، ننشئ شارع باسمه، ننشئ تمثالا يخلد ذكراه هذا الرجل العظيم الذي افتقدناه وقتل غدرا في عام 92. وفي الفيلم بتاع الجزيرة اللي احنا ورويناه شفنا ازاي انهم تباهوا بقتله بعد حتى ثورة يناير، ومزروع طلع وفي فيديو سابق قلنا ازاي ان هو تباهى بقتله، قال ان هو افتلهم بقتله، وطلع عبد ربه ده ولا اللي هو ساهم في القتل يعني، وكان متهم في القضيه رقم 3 اللي هو جاب لهم السلاح وخطط معاهم العمليه ودعاهم دعم لوجيستي، انه قال لو راجع بيه الزمن قتلته، انا مالي، الشيوخ قالوا كافر والكافر يقتل، المرتد يقتل، قرأها 3 مرات، المرتد يقتل، المرتد يقتل، المرتد يقتل. متى يتدخل الازهر ويقول انه ليس هناك حد رده، وان هذا الحديث ليس له مكان، لأنه الحديث نفسه غريب، بيدعي ان علي حرق ويقولوا، وابن عباس بيروي ويقول انا لو كان حصل معايا اللي حصل معايا الناس ارتدت يعني ما كنتش حرقتهم زي ما عمل علي الغلطان، لان لا يعذب رب بالنار الا رب النار، انما كنت قتلتهم من بدل دينه فاقتلوه. ارفعوا عن الناس حد موضوع حد الرده ده، لان سيظل الناس قادره على تكفير الناس. الساده تكفروا، فرج فودة تكفروا كثير، تكفروا باسم عدم تطبيق الشريعه او غيره. والشيخ الازهر حتى الان مصممين على حد الرد، بتناقش معاهم مره في حلقه تلفزيونيه بقول لهم يا جماعه حد الرد ليس له حل من الاعراب، الغوه، قولوا مش هسمع حد رده، قولوا الحديث ضعيف ابدا، يقول لك لا احنا يعني في استتابه بس هنطول الاستتابه شويه. يا سلام، بنهزر بقى، اصل يقول لك يستتاب 3 ايام ويقتل، لا يعني هتطولها 10 ايام يعني، لا 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 ممكن نطولها لغايه اخر العمر. يا سلام، ده كده هزار، هو رافض يرجع حد رده بس يقول هنطول الاستتابه. جبتها منين نطول الاستتابه دي؟ ما التاني هقول لك مفيش حاجه اسمها تطول الاستتابه، انت جايبها من دماغك، انما لو تقول الحديث ضعيف ومش حاجه اسمها حد رده يبقى انتهى الموضوع. ده يا جماعه ده كان حديث سياسي عشان يقتلوا معارضين، الحلاج والسرور والجولان دمشق. الى متى نستفيق ونراجع هذا التراث وننقحه ونرفض مثل هذه الاحكام اللي ما دامت باقيه سيظل هذا العالم في تخلف، وسيظل المسلمون يقتلون بعضهم باسم الإيمان والكفر. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقة.